الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. تقدير الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق تقدير عجيب، فالله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم كيف خلق هذا الخلق سبحانه وتعالى، خاصة في قضية خلق السماوات والأرض. القرآن مليء بخلق السماوات والأرض، لكن هناك بعض الآيات التي تأتيك بمعلومات جميلة، واكتشف ما يكون من نظريات فلكية من علماء الفلك ما يعني نقول يعاضد هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، رتقا يعني متلاصقة متماسكة، ففتقناهما. الفتق هو فصل ما بين الشيئين بقوة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذا في علم ما يسمى اليوم بعلم الفلك وعلم الأحياء كلام 100%. أول شيء نظرية ما يسمى بالانفجار الكوني العظيم، وهذه النظرية التي يعني أكدت لدى غالب علماء الفلك بأن هناك كان ما يسمى فترة الظلمات قبل الانفجار الكوني العظيم، وقالوا أن هناك كان مادة موجودة ولكن لا نعرف حقيقتها. فالله سبحانه وتعالى قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. إذا المواد هذه كانت ملتصقة، مادة السماء والأرض، ففتقناهما أي فصلنا بينهما بقوة. حتى قالوا يعني أن هذا الانفجار كان شيء يعني لا تستطيع تتصوره، كان في جزء من الثانية، وقالوا جزء من مليون من مليون الثانية، وهذا طبعا كلام ما في دليل عليه. وكانت الحرارة المنطلقة من هذا الانفجار ما يقدر بتريليون سنتيغريت. تريليون سنتيغريت يعني تصور شيء، يعني التريليون هذا عدد كبير جدا، فيه ملايين مليارات المليارات، يعني مليار المليار، تريليون تقريبا مليار المليار من الحرارة في درجة الحرارة. هذا حدث صوره صعب جدا، وأنا أقول هذا كله كلام يعني ما في دليل عليه، ولكنه في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء في هذه الحياة لابد إن شاء يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون فيه نسبة ماء ولو قليلة، وأما التي ليس فيها ماء فليس فيها حياة. وكل كلام يعني علماء الأحياء بأن أي كائن لابد كائن حي يتحرك لابد أن يكون فيه نسبة ماء ولو قليلة، وأما إذا لم يكن فيه ماء بتاتا فإذا ليس فيه حياة. الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الرواسي هي ما يسمى بالمثبتات. كيف إيش القصة يعني؟ بعض الناس يقول إيش القصة يعني الرواسي؟ الرواسي هي هذه الجبال، الجبال موزعة على يابسة الأرض بطريقة تجعلها متوازنة، وإلا لكان الاضطراب مستمر على هذه الأرض، كان الزلازل يعني مستمرة بالثواني أو بالدقائق على الكرة الأرضية، لكن الله سبحانه وتعالى أرادها أن تستقر بهذه الموازين، موازين هذه الجبال موزعة بتوزيع
كما قال علماء الجيولوجيا والجغرافيا بموازنة عجيبة ويعني متقنة، بحيث أنها تظل هذه الكرة الأرضية في غالب وقتها ثابتة متوازنة، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم أي تضطرب بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. حتى بالجبال هذه في طرق يستطيع الإنسان أن يتحرك فيها ويتنقل بين هذه الجبال. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سماء محفوظ، سماء سقف محفوظ، سبحان الله. الآن في يتكلمون عن ما يسمى بالانفجارات الشمسية، انفجارات في الشمس، هذه تأتي بين سنوات وسنوات، وأن هذه الانفجارات الشمسية تكون في فترات، إلا أن هناك ما يسمى بالدرع الواقي من الأشعة الكونية والحرارة الشمسية موجود حول الكرة الأرضية، سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، يعني فوقك أنت كل شيء فوقك يسمى سماء. فهذا هناك ما يسمى بالطبقات الغلاف الجوي، وما يسمى هو بالدرع الواقي للأرض حماية لها من كثير من الإشعاع الكوني الخطير، الذي لولا الله عز وجل أن جعل في هذه الطبقات ومنها طبقة الأوزون أن ترد ما يكون من هذه الأشعاعات، منها الأشعة الفوق بنفسجية تدخل بقدر معين. ولذلك اليوم يعني يقولون أن أثر هذه المواد المتطايرة من أبخرة المواد الكيماوية كالكلور وغيرها هي سبب في ثقب طبقة الأوزون، وأن يعني سبب التئامها الآن هو كورونا. تصور، الله سبحانه وتعالى أراد بأهل الأرض خيرا فأصيبوا بمرض الكورونا أو بما يسمى فيروس كورونا لكي يمتنعوا عن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون على الكرة الأرضية بوقف السيارات والطيارات في أغلب الأحيان، والتي كانت من أشد الملوثات المتسببة في اختراق طبقة الأوزون. الآن يخرج تقرير الأرض تتعافى، تتعافى من ماذا؟ من ثقب الأوزون أصبح يلتئم، وأنه ستتغير الأحوال إلى الأفضل بإذن الله. نكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.